السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم في كل مكان أينما كنتم، بتمنى لحضراتكم دوام الصحة والعافية إن شاء الله. النهاردة الفيديو بتاعنا إن شاء الله خفيف وظريف ومعلومته كده حلوة، خليك معايا هتعرف المعلومة الخفيفة دي، معلومة التفويض. إيه التفويض ده يا عم أحمد؟ إحنا كده بنجهز حضراتكم لموضوع العزل من ضمن خطوات التجهيز للعزل. طبعاً إن أنت حضرتك عندك مخارج كده، بص تعالى كده جرب الكاميرا، عندك المخرج ده لازم تقطب عليه كويس كده وتقطب عليه كويس عشان ما تحصلش عندك سوسة، عشان ما يبقاش فيه سوسة أو حرامية على أساس إنه ما يهربش منك ميه، تمام؟ الطرنش اللي هو هنا ده، الطرنش اللي هو الفتحه دي، الطرنش اللي هو هنا ده لسه هيركب عندي الصرف من هنا والصرف من هنا، وطبعا عند المطبخ برضو هيتعزل، فالميه لما انا هعمل اختبار الميه هتبقى مختلطه بين المطبخ ما بين الحمام، فما عنديش ادنى مشكله. لو حضرتك ما عندكش مطبخ وما عندكش اي حاجه كده، يبقى في الحاله دي بنعمل ايه؟ في الحاله دي بنبني طوبه من ورا بالخلف ونقفل زي ما عرضنا في فيديو قبل كده، تمام؟ يبقى كده التفويض ده، وبتهي تفوت كده حضرتك بالسفنجه، بتفوت الشغل بتاعك كده بالسفنجه طبعا. ليه؟ على اساس ان انت عشان العزل المفروض ان هو يبقى ايه؟ يبقى الحاجات دي مفيش تسويس وتبقى ناعمه معاك، عشان الفرشه لما تمشي، الفرشه حضرتك تاخد عرض شمال ويمين فوق وتحت كده، هتلقى الفرشه معاك تمشي ايه؟ مفيش مشاكل. لكن لو البتاع ده خشن هتبص تلقى فيه سوس، وهتبقى بص هتعمل لك ايه؟ هيبقى مش سلس معاك موضوع العزل. زي ما شايفين طبعا حضراتكم احنا فوقنا الجزئيه دي يعني كده حضراتكم اهو، واخد بال حضرتك؟ تمام؟ ركز كده معايا، تعالى كده الجزئيه اللي هي لسه هنعملها احنا عملي. انا هقابل السفنجه بتاعتي كده طبعا، حاجات معروفه يعني، بس احنا بنتكلم على اساس ذكر في ان الذكرى تنفع المؤمنين، تمام؟ وممكن يكون في حد ما عندهوش الفكره، او واحد حاول مثلا يعمل حاجه ايه؟ يعمل حاجه لنفسه، تمام؟ موضوع التفويض طبعا ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش فلسفه زياده، يعني انت بالسفنجه تاخد شمال تاخد يمين، هتبصوا حضراتكم دلوقتي الفارق بين اللي هنا كده، هتاخد بالطول هتاخد بالعرض مش مشكله. بص كده ركز حضرتك، شايف الوضع ده؟ الوضع ده يختلف، شايف الشكل؟ كده ده اللي انا بكلمك عليه، هتيجي تشتغل معاك الفرشه كده هتبقى فيه مشاكل، لكن تعالى كده هنا كده بالمنظر ده هتبقى الفرشه معاك سلسه وماشيه على طول. طبعا انا بعرف ارتفاعاتي فين بالظبط، وبركز برضو على اركان كده، الاركان الزاوية اللي هنا دي، تمام؟ على اساس ان ما يبقاش فيها سوس برضو تبقاش عندي مشاكل. تعالى كده هنا، شايف حضرتك الوضع ازاي؟ ركز كده معايا، يبقى كده ما فيش سوس وما فيش حراميه، تمام؟ طبعا كده احنا معانا رقبه الجزازه اللي هي دي مع الوزره مع الكيرف، عشان زي ما قلنا في الاول بتبقى في نقطه ضعف التقاء المباني مع الخرسانات، فلازم تعمل الوضع بالمنظر ده كده حضرتك، تعمل الخطوات صح ان شاء الله. ارجع لورا، الشغل هيطلع معاك صح، وهيبقى العزل يعني العزل عامه بسيط وسهل جدا ان شاء الله، اي حد ممكن يعمله، بس يتعمل بالخطوات العلميه الصحيحه عشان حضرتك توصل للكفاءه المرجوه من العزل، والعزل يقضي الوظيفه بتاعه. تلاحظ حضرتك كده، ركز معايا، شايف الفرق؟ يبقى ده مرحلة التفويض حضرتك مهمة جدا. يبقى المرحلة دي مع رغم ان الفيديو صغير ممكن حد يعني معلش يستصغر المعلومة، في ناس يا سيادنا في ناس بتحتاج ادق التفاصيل، تبقى محتاجة انه حد يعرفها لها عشان ياخد باله منها من التركات دي، فاحنا التركات دي بنعرفها لحضراتكم على اساس انتوا تستفادوا منها، وبتبقى طبعا حاجات بسيطة بس بتريحك في الشغل، يا تكاتك يا حركاتك يا ابو ضيفي، فان شاء الله مع ابو ضيفي انت دايما مستفاد، ان شاء الله كومنتات جميلة من حضراتكم زي حضراتكم كده ان شاء الله، تعليق وشير ومشاركة للفيديو عشان الخير يعم للكل، ولك الثواب مش هيكلفك حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تابعونا في باقي سلسلة فيديوهات العزل.